الإمالة طبعا يا أخواني، الأصل في الحروف أن تكون كما نعلم عندنا في اللغة العربية، وتخرج بأدنى مجهود، وهو بس فتح الفم فقط. لسانك بيبقى في فمك هكذا ممدود، هذا بيسموه العلماء يا أخواني وضع الراحة. شو بيسموه؟ اللسان في وضع الراحة. نعم. والحرف الثاني اللي هي الياء المادية، من أين تخرج الياء؟ من وسط اللسان. قال إمامنا الجزري: والوسط فجيم الشين ياء. فيكون بارتفاع وسط اللسان. والواو كما نعلم تخرج بإيش؟ بضم الشفتين إلى الأمام، وفي كمان ارتفاع لأقصى اللسان، لكن هذا بصير فطري، ما في داعي ننبه عليه. عرفتوا كيف؟ لما تقول أنت تعملون لون، التركيز وين عم يكون؟ على الشفتين. لكن في ارتفاع بمؤخرة اللسان ولا ما في؟ في، لكن ما في داعي ننبه عليه لأنه بصير بالفطرة. فهمنا كيف؟ والمهم الشفتين يكونوا مضمومين. طيب، من العرب من كان يمزج بعض الألفات بالياء، يعني يفتح فمه ولكن في نفس الوقت يرفع وسط لسانه رفعا خفيفا، فبدل ما يقول بيقول ومن العرب من يفعل ذلك ولكن بنسبة أكبر، يرفع لسان وسط لسانه أكثر، فيخرج صوت ممزوج بين الألف والياء، فيه ألف وفيه ياء بنسبة واحدة، يعني 50% ألف 50% ياء. هذا الصوت. إذن صار عندي اللسان في وضع الراحة، هذه إيش؟ الألف الممالة إمالة صغرى، أو بيسموها مقللة، أو بيسموها إمالة بين ألف. انتبهنا؟ وفي عندنا الإمالة الكبرى وفي عندنا الياء يلا أنطق وانطق ورائي. لسانك ممدود هكذا، لا ترفع وسطه أبدا. واضح؟ ألف موجودة عند العرب. عندنا برواية هود خالص. فانه تصير ياء. يعني في بعض التسجيلات لبعض الله يرحمهم ببعض يعني من المشهورين بدون ذكر اسماء بيجيب الإمالة الكبرى ياء، فلا يقلد في هذا، لا يقلد. انتبهنا كيف؟ يعني مثلا بده يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، بده يقرأها بالإمالة، فبيقول وجيء ربك والملك، ما وجيء، هي شو لازم تكون؟ وجيء ربك. انتبهنا كيف؟ نعم. من غير قلب خالص ولا إيقاع مبالغ فيه، أو يقال، ركز حتى تستفيد، أو يقال هي النطق بالألف الممالة بين الألف والياء الصحيحتين. آتي حفص في كلمة واحدة هي قوله تعالى مجريها في سورة هود عليه السلام. نوع الإمالة، شوف اللوحة هي
الإمالة عند القراء نوعان كبرى، بين الألف والياء تماما، يعني 50% ألف 50% ياء. شوف الفم، الفم مفتوح وبنفس الوقت وسط اللسان إيه مرفوع، إيه موسى طيه، وضح. والثانية صغرى، شوف الفرق بين شكل اللسان هون وهون، شايف شكل اللسان في الإمالة الكبرى، انظر شكل اللسان في الإمالة الصغرى. الصغرى تكون بين الألف والياء ولكنها إلى الألف أقرب، ولكنها إلى الألف أقرب. نعم. مقارنة بين وضع اللسان في الإمالتين والألف والياء، هذا اللي كنا عم نتدرب عليه أنا وإياكم منذ قليل. انظر يا أخي، شايف اللسان لما تنطق ألف مجردة مثل مالك يوم الدين، ما ما، شايف اللسان في وضع الراحة والفم مفتوح، ما. الإمالة الصغرى يرتفع وسط اللسان قليلا، ما ما، فلي في كلامه العادي اللهجة يعني يقرأ الألفات، ينطق الألفات هكذا، لما بيجي بده يقرأ قرآن قد يتأثر بإيه؟ بلهجته العامية، فيقول لك أعوذ بالله من الشيء، بسم الله الرحمن، مالك يوم الدين، هذه ما. إذا كان هذا الفتح فما هو التقليل؟ إذا كان مالكي هذا الفتح فما هو التقليل؟ هذا تأثر باللهجة العامية، انتبهنا؟ فمن كان كذلك في عاميته عليه أن يتدرب حتى يرجع اللسان إلى ما يسمى بوضع الراحة، ما مالكي. هذه إذن الإمالة الصغرى، هذه مين؟ الإمالة الكبرى. شايفين اللسان كيف؟ كان هنا ما في ارتفاع أبدا، هنا في ارتفاع قليل، هنا في ارتفاع أكثر، وهنا الارتفاع الكامل، الصورة الرابعة والأخيرة في حرف الياء، إي. وضح؟ فائدة، يضع العلماء الضبط دائرة مطموسة الوسط مثل هي، أو شكل معين هذا الشكل تحت الراء مع تجريدها من الفتحة في كلمة مجريها للدلالة على الإمالة فيها هكذا. شايف كلمة مجريها؟ المصاحف القديمة كان يضع هذا الشكل، يضع شكل معين، الآن من جديد روها وخلوها إيه؟ دائرة مطموسة الوسط، ما بيضر، لأنه هذا اصطلاح من مين؟ من العلماء، يعني ما هو موروث نبوي وإنما اصطلاح من العلماء، وطالما أن الإنسان يبين مراده من مصطلحه فلا إشكال. هذا ما يتعلق بكلمة مجريها والإمالة على رواية حفص. طيب النبر